متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الخامس وهو الثالث للأبكار. الفطامين المشتركات لمسافة الألف والخمسمائة متر. خلونا مع الصدارة الشبابية لمحمد بن سعيد بن مويزة الدرعي المركز الثاني، الظبي محمد بن علي بن حمد الدرعي المركز الثالث. عندنا هناك تتواجد موفق محمد بن غدير المركز الرابع، عندنا شاهني محمد بن ناصر بن فارس الدرعي المركز الخامس، مياس ابراهيم بن سعيود الدرعي. نسير مع الصدارة ومع راعي الشبابية محمد بن سعيد بن مويز الدرعي. يا سلام على الحضور، يا سلام على الأداء، يا سلام على التألق والأداء المميز. فنجد الحضور المميز هناك من قبل الشبابية لمحمد بن سعيد بن مويز الدرعية، أي التي تتألق منذ الانطلاق بدون أوامر. مركز الثاني بن غدير، المركز الثالث أبو أحمد، هناك لمحمد بن علي بن حمد الرابع، عند راعي مياس إبراهيم بن سعيود الدرعي. الشوط بدأ التحرك، الثلاثمائة متر الأخيرة، هناك الحضور، هناك الأداء، هناك التألق. سلام يا راعي الشاهنية شبابية محمد بن سعيد بن مويز الدرعي. الشبابية في الصدارة، الشبابية بالحضور، الشبابية بالانفراد بالتألق المميز. مركز الثاني شعار محمد بن غدير بن حمد الدرعي ابو حمدان. خلونا مع الشبابية، تنطلق راس وتنهي راس الشبابية لمحمد بن سعيد بن مويز الدرعي. اما المركز الثاني عند محمد بن غدير، المركز الثالث عند راعية الظبي محمد بن علي بن حمد. توقيت دقيقتين 15 ثانية 41 جزء من الثانية، توقيت الشبابية لمحمد بن سعيد بن مويز دقيقتين 15 ثانية 41 جزء من الثانية.